بهدف الالتحاق بدورة تدريبية جاءت هذه الفتاة إلى هنا، دورة ليست مؤهلة للالتحاق بفرصة عمل لكنها لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج. فهند هشام التي تعيش في إحدى محافظات الريف المصري تستعد للزواج بعد 3 أشهر، وهو ما دفعها لحضور تدريب ترجو أن يؤهلها إلى حل المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق. مكان زي ده يعني في علماء طبعا وقادة كبار من الأزهر الشريف، هتبقى المعلومة يعني توصل في مكانها الصحيح بالطريقة الصحيحة. طبعا الحياة كلها مش وردي وأكيد في مشاكل هتحصل، بس طبعا بالدورات والتعليم والخبرات اللي هناخدها أكيد هنستفيد إن شاء الله. ظاهرة الطلاق وتداعياتها في المجتمع المصري بلغت حدا دفع عددا من المؤسسات المصرية على رأسها مشيخة الأزهر الشريف إلى التدخل وتقديم حل للمشكلة. أولا لمعالجة انتشار ظاهرة الطلاق الكثيرة، ومن خلال الإحصائيات الارتفاع ملحوظ. الشيء الثاني الحفاظ على الأسرة. إلزامية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط أساسي قبل عقد القران، مقترح لاقى تأييدا من جانب عدد كبير من نواب البرلمان المصري. أكيد هيكون له تأثير جيد جدا، بس هي المشكلة إن إحنا ما نعملش قانون بس، نعمل قانون قابل للتنفيذ، بمعنى أنه هو قبل ما ألزم الشباب بدورات تثقيفية أو دورات تدريبية قبل ما يتجوزوا يكون عندي فعلا منظومة تقدر توفر ده. وترتفع معدلات الطلاق في مصر إلى حد أصبحت ظاهرة متفشية بأرقام قياسية بلغت عام 2021 نحو 213 ألف حالة وفق إحصاءات رسمية. ويستعد البرلمان المصري لإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم أمور الزواج والطلاق وغيرها، والذي يأمل كثيرون في ضبط إيقاع المجتمع. ترتفع مؤشرات الطلاق بشكل متسارع في مصر، فنزيف أرقامه قد يحول دون تحقيق الاستقرار المجتمعي لأكبر الدول العربية سكاناً، ظاهرة دفعت غرف التشريع المصرية لمناقشة إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبية لعلها تحول دون جعله زواجاً آيلاً للسقوط. محمد نشط، قناة الغد، القاهرة.